أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستورنبرغ في اختتام لقاء قادة الدول الأعضاء لحلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل على ضرورة تكاتف أوروبا وأمريكا الشمالية لمواجهة النظم الشمولية مثل روسيا والصين، وأضاف أن العلاقة مع موسكو وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة. قادة الناتو يجتمعون في بروكسل، تحديات كبيرة أمامهم. اجتماعهم يأتي فور انتهاء قمة السابع ببريطانيا. الصين وروسيا في مقدمة التحديات. الولايات المتحدة بقيادة بايدن في الوقت الذي تعود إلى التعاون الوثيق مع الحلف تشدد على أهمية تحديد المواقف صريحا. لدينا روسيا التي تتصرف بطريقة لا تتوافق مع ما نطمح إليه، وكذلك الصين. هنا أود القول إن الزملاء في قمة مجموعة السبع قاموا باتخاذ إجراءات وخطوات جديدة من أجل تحقيق التعاون البناء والتصدي لهذه التحديات. التسلح الصيني واتهام بكين بزعزعة الاستقرار فضلا عن مناهضة الديمقراطية وحقوق الإنسان تبدو مرفوضة في الأوساط الغربية. أما التحدي الأكبر فهو أنها في طريقها لتصبح القوة الاقتصادية الكبرى. وبعكس روسيا التي وصفها الأمين العام بأنها عدوانية وأن العلاقة معها في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، بكين ليست عدوا. نحن لا ندخل في حرب باردة جديدة، والصين ليست خصمنا أو عدونا، لكن علينا أن نتصدى معا كحلفاء للتحديات التي يفرضها صعود الصين على أمننا. المستشارة الألمانية شددت على الملفات نفسها وأشارت بشكل واضح إلى موضوع الانسحاب من أفغانستان. أولا وقبل كل شيء، روسيا والصين سنتحدث عن الانسحاب من أفغانستان وننظر إلى ما حدث هناك وما هي الدروس التي تعلمناها. ملفات عديدة ولقاءات قد تذيب بعض الخلافات في أوساط الحلف. هناك أردوغان وماكرون اللذان التقيا وجها لوجه بعد فترة من تبادل الاتهامات، وهناك أيضا ملف شرقي المتوسط وقضايا مثل العراق وسوريا وسواها مما يمثل مسائل ساخنة وتحديات أمام الناتو. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا لبيب فهمي. أهلا بك لبيب. إذا قمة ربما تعمل على إذابة بعض من الجليد الذي كان خلال السنوات الماضية بين الولايات المتحدة وأوروبا، هل فعلا أذابت جزء من هذا الجليد؟ وأيضا نقطة الاتفاق على النظم الشمولية وتكاتف أوروبا، هل هي بنفس الحدة خصوصا تجاه الصين؟ هناك اتفاق على اعتبارها عدو واضح؟ ربما يبدو أن اجتماع الذي دام حوالي تقريبا أربع ساعات أذاب الجليد بالكامل وأعاد اللحمة إلى هذه المنظومة الأطلسية الدفاعية العسكرية لتتحدث تقريبا بصوت واحد. كان من المنتظر أن يوجه حلف شمال الأطلسي رسالة قوية إلى موسكو، وهو ما حدث اليوم باعتبار أنه لا يمكن العودة إلى الوراء أو العودة إلى الوضع الطبيعي كما جاء في بيان حلف شمال الأطلسي. هناك أيضا اتفاق على مجموعة من القضايا الأخرى تخص التشاور عندما يتعلق باتخاذ أي عضو من أعضاء حلف شمال الأطلسي لأي خطوة كانت حتى لا تتكرر الخطوة التي أعملتها واشنطن فيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، ومجموعة من الاتفاقات الأخرى والعودة إلى الحديث عن التعاون والتضامن. ولكن ما لم يكن منتظر اليوم هو أن يتم الاتفاق أيضا حول مواجهة الصين. فحلف شمال الأطلسي يضيف إذا بندا آخر فيما يتعلق بالأزمات والمواجهات، بالإضافة إلى موسكو الآن سيواجه بكين. وقد كان واضحا ذلك في خلال البيان الصادر اليوم عن القمة بأن الصين يجب أن تواجه، لأن الصين ليست فقط قوة عسكرية، ولكن كما شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنها قوة تجارية أيضا وقوة يمكن أن تهز ليس فقط الجانب الأوروبي ولكن أيضا حتى الأمريكي. وبالتالي
وبالتالي فهذه النقطة الجديدة هي نقطة التوافق بين الدول الأعضاء وعودة اللحمة إلى هذه المنظومة العسكرية التي ستدخل في أزمة جديدة ربما مع بكين، قد ترد عليها بكين من جهتها، وهذا هو يبدو أن هناك استراتيجية جديدة ستخرج خلال هذه السنة للتحديات الجديدة التي سيواجهها حلف شمال الأطلسي. شكرا لك من بروكسل مراسلنا.